السلام عليكم، صباح الخير عليكم متتبعي قناه ام عثمان زيدات. مرحبا بكم في حصه جديده من حصص علم الطرز الرباطي المتقون مع ام عثمان زيدات البنات. اليوم ان شاء الله غندير لكم يعني مرمه كامله ديال الوريدات. هاد الرشيمه كتجي على شكل وريدات البنات كلها كيف ما كتشوفوا امام الصوره ديالكم. بزاف الاخوات عندهم مشاكل في هاد الوريدات. اليوم غنصور لكم الطريقه كيفاش كنخدم الوريدات وتبعوا معايا. شوفوا معايا كيفاش كنبدا البنات. كنخدم وانا كندور المرمى، كنوصل هاد البلاصه كنبقى نضرب في البلاصه ديالي البنات وكندور المرمى باش كنجيب الدوره. لاحظوا معايا، بسم الله. شوفوا معايا البنات، شوفوا معايا، يعني وصلت الدوره، يعني كنبقى نضرب في بلاصتي وكندور المرمى، يعني كنحيد العراد، كنحيد العراد. حيدت العراض ودورت المرمى. حيدت العراض وكندور المرمى. حيدت العراض وكندور المرمى. البنات كنحيد العراض وكنبدا ندور المرمى باش كتجيني هاد الدوره. يعني حاولوا تلاحظوا معايا وما ديروش البنات مرمى كبيره. شوفوا معايا في الدوره ملي كنوصل ليها، ها انتما كنحيد العراض وكندور المرمى باش كنجيب ديك الدوره. عاد خرج العراض، كنعمر من الوسط. حيت غتعمر بحجيره من الوسط. كنتمنى الشرح يكون مفهوم البنات. ملي غنخدم هذه، لاحظوا معايا، كنحيد المرمى وكندور، كنحيد العراض البنات. يعني حاولوا تشوفوا الطريقة البنات كيفاش كنخدم. وصلت لهاد البلاصه هنا، وصلت يعني الثالثه، يعني وصلت لهاد يعني كاين واحد جوج وكاينه الثالثه هنايا. بالنسبه لهاد الثالثه البنات ما غنبداهاش من الفوق من هنا ونبقى نهبط، غنبدا من الجهه اللي مخدومه. لاحظوا معايا كيفاش غنبدا من الجهه اللي فيها الطرف. بزاف الاخوات راه فهموا الطريقه ديال الورده، وكاين بعض الاخوات اللي جاتهم صعيبه يحاولوا يتبعوا. دابا الصوره راه قريبه، حاولوا تشوفوا الطريقه كيفاش كنخدم البنات. يعني الحاجه الاهم والحاجه المهمه البنات هي ملي كنوصل هاد البلاصه هنايا، ملي كنوصل هاد البلاصه هنا البنات، يعني كنحيد العراض وكنبقى نضرب في بلاصتي وكندور المرمى. وديروا مرمى صغيره باش ما يبقاش لكم الاحتكاك بحال اللي كيوقع لي انا في هاد المرمه كبيره. درت مرمه كبيره باش يعني نكمل عليا الخدمه. صافي عييت البنات.
خصوص ملي كتجيك الخدمه حتى كتكون غادا مسافره وتجيك شي بياسه بحال هكا مزروبه كتكون شويه صعيبه، ولكن كيف ما كنقول لكم دائما الصبر الصبر الصبر، يعني هاد المهنه كتعلمنا الصبر بزاف. يعني واحد علاش كنقول لكم الاخوات اللي كيعانوا من اكتئاب على والو، ماشي اكتئاب على شي حاجه، ما كاينش شي حاجه اللي كانت تستحق ان نكتئبوا عليها ولا شي حاجه اللي تستحق على اننا نمرضوا ريوسنا عليها. هاد الصنعه بصفه عامه كتعلمك الصبر وكتعلمك خاطرك تيسع وكتولي خاطرك متيسع على بزاف د الحوايج. نكمل معكم البنات، شوفوا معايا كنضرب في البصل ديالي المهمة البنات، والحاجة الأهم هي هاد البصل هنايا. الخدمه بالصم البنات راه ماشي هي بالخدمه بالخيط، راه كتبغي شويه الصبر. البنات غتسائلوا علاش كندوز هاد البلاصه هنايا، علاش؟ حيتي المرمه هانتوما، حيتي المرمه كتحاك ليا مع يعني ديك الجهه ديال الماكينه، كنجيب الدوره ثاني من هنايا، نتوما كملوا الدوره ديالكم عاديه. دابا ندوزو لهاد الوريقات اللي كاينين في الجناب.
كملنا المرمه ديالنا. غادي تزين بحجيرات بهذا الشكل هذا البنات، يعني كيف ما كتشوفوا كيبقى هذا هو الشكل ديالها النهائي. هذه البنات الدوره تاع الكول، هرشمه كيفاش جات دايره، يعني هابطه على الكول ودايره كلها غتنبت بحجيرات بحال هكايا. الى اللقاء ان شاء الله في حصه جديده من حصص تعلم التضربات المتقون مع ام عثمان زيدات. ما تنساوش تخلوا تعاليق ديالكم البنات، الى عجبكم هذا الفيديو عجبكم النصائح اللي كنقدم لكم ما تنسونيش من خالص الدعاء ديالكم، والى اللقاء باذن الله.